إذن تأخر الإنجاب. وضيفتنا الدكتورة أمل الملا. السلام عليكم دكتورة أمل. السلام عليكم دكتورة أمل. عليكم السلام ورحمة الله دكتور بشار. يا مرحبا. تأخر الإنجاب، حينما نقول تأخر الإنجاب يعني متى نطلق هذا الحكم عند السيدات؟ هو تأخر الإنجاب مش بس عند السيدات، هو الزوج والزوجة. نعم. هم ككابل يعني، هم الزوج والزوجة لما يبحثوا عن الإنجاب مفروض أن مثلا لو الزوج أقل من عمر 35 سنة يكون نعطيهم فرصة طبيعية، لأنه هو بعد سنة تقريبا يكون نسبة حدوث الحمل حوالي مثلا فوق 90%. فبعد سنة لو ما حصل هذا الحمل ننصحهم طبعا هم يراجعون الأطباء المختصين لعمل الفحوصات اللازمة. لكن إذا كان عمر السيدة فوق 35 سنة ننصح أنها تستشير الأطباء بعد 6 شهور من الزواج أو أبكر إذا أراد أو كان أكبر في العمر. يعني كل ما العمر السيدة كبر ما نعطي فرصة زيادة، يعني نعطيها بس chance، يعني نعطي فرصة محددة على أساس أنها تبدأ في الفحوصات. نعم. إذا يعني بعد مرور سنة على العلاقة الزوجية طبعا. نعم. بين الزوجين، إذا لم يحدث الحمل خلال هذه السنة فطبعا لابد أن يراجع كلا الزوجين الأطباء المختصين حتى نعرف، ونبدأ مع الزوج باعتبار يعني التحاليل والاستقصاءات أقل كلفة، طبعا مع اثنين سوا، لكن يعني دائما نبدأ مع الزوج ونعرف الأسباب إذا كان السبب من الزوج، لكن إذا كان السبب أيضا من الزوجة سنتحدث عن هذه الأسباب. بالنسبة لي نعم الزوجة، ما هي الأسباب بالنسبة للزوجة؟ احنا كما هو معلوم ان الجهاز التناسلي للسيدة يتكون من عدة أجزاء، أهمهم يعني هم كلهم طبعا مهمين لعملية الإخصاب. أول شيء هو المبايض. المبايض هي المصنع أو المخزن اللي موجودة فيها البويضات، البويضات اللي هي إذا تخصبت بالحيوان المنوي ينتج عنه جنين، البويضات اللي هي اللي بتكون الجنين مستقبلا. هاي البويضات مخزونة في المبيض. المبيض هذا فيه حواليه فيه أوعية دموية تغذي البويضات وهكذا. البويضة بعد ما تكبر وتنمو توصل حجم معين لازم تنتقل في قناة اسمها قناة فالوب. هاي قناة فالوب عندنا مبيضين على الجانبين وقناتي فالوب على الجانبين. البويضة تتخصب مع الحيوان المنوي في هاي القناة، إنزين، وبعدين بعد ما يتكون الجنين يروح الجنين يعني في رحلة حوالي 4 أيام يروح ينغرس في جدار الرحم. نعم. فبالتالي لازم يكون عندنا أول شيء الرحم اللي هو مستقبلا بيكون الحاضن أو الحضانة اللي بتحضن البيبي لمدة 9 شهور، يكون هذه خالي من أي شيء ممكن يعرقل عملية غراس الجنين مثل الألياف وإلى غير ذلك. نعم. الأنابيب لازم تكون مفتوحة وخالية من أي التهابات أو مشاكل فيها ممكن أو التصاقات تعرقل حلقة البويضة أو حركة الجنين. وبعدين يكون عندنا المخزون يكون في عدد كافي من البويضات ونوعية جيدة من البويضات، هي أهم شيء. نعم. الشيء الرابع اللي ممكن قد يحدث يعني عرقلة في الحمل اللي هو العنق الرحم. قد يكون احنا عنق الرحم يكون مثلا مصاب بضيق شديد يمنع الحيوانات المنويه من انها تنتقل الى الرحم وتلتقي بالبويضه. هاي بعض اشياء بايجاز عن الاسباب اللي قد تكون تتعلق بالسيده. لو مثلا بحثنا في الموضوع اللي يتعلق بالمبايض في عندنا طبعا اشياء اخرى وهكذا يعني. نعم اكيد طبعا راح نتناول يعني كل قسم بقسم. لكن هناك رساله تقول في بعض الاحيان تلجأ الزوجه طبعا بالاتفاق مع الزوج الى تاخير الحمل وتتناول او تلجأ الزوجه الى احدى الوسائل الحمل المعروفه وكحبوب منع الحمل او تنظيم الدوره الشهريه المعروفه الهرمونية. هل هذا المنع في السنة الأولى أو في السنوات الأولى من الزواج يمكن أن يؤثر لاحقا بشكل سلبي على موضوع الأخصاب؟ لا طبعا إطلاقا. نعم. إطلاقا لا يؤثر أبدا بأي شكل على خصوبة السيدة، وبالعكس يعني هي هذه المدة لا تحتسب حتى في عدد سنوات أنها يعني إن تأخر الإنجاب، لأنها تكون عن طريق أنه إرادة. نعم. برغبة الزوجين. نعم. بس أول ما تترك المفروض الحبوب أو تشيل الوسيلة. نعم. ممكن الإخصاب يرجع طبيعي كما كان في السابق.
طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وموضوعنا عن تأخر الإنجاب وضيفتنا الدكتورة أمل الملا استشارية أمراض النساء والتوليد والعقم عند النساء رئيس وحدة الأخصاب المساعد بالمستشفى السعودي الألماني في دبي. طبعا بالنسبة للسيدات أو السيدة بالاتفاق مع الزوج طبعا ننصح دائما إذا كان يرغبان بمنع الحمل أو تأخير الحمل لسنة أو أكثر باستشارة الطبيب حتى طبعا ما يصير أي تأثيرات جانبية أو يعني أمور أخرى غير مستحبة. فدائما استشارة الطبيب أيضا يعني حتى لاختيار الطريقة الآمنة والأكثر أمانا في بس أنا حبيت أنا أنوه عن شيء إنه تأكيدا لكلام الدكتور بسام إنه فعلا في بعض السيدات ممكن مثلا تستخدم على طول الحبوب المانعة أو يعني أو ما غير ذلك من موانع الحمل ولا عندما تتركها مثلا يحصل تأخر في الخصوبة فتلوم على الحبوب. هو الحبوب أو الوسائل المنع هي شيء مؤقت يزول تأثيره بزوالها، لكن مثل ما أكد الدكتور بسام يعني أحب أن يعني أضيف إنه السيدة فعلا لازم تستشير طبيب أو طبيبة مختصة في هذا المجال عشان يختار لها الوسيلة المناسبة لها. نعم. طيب عندنا رسالة من الأخ محمد يقول السلام عليكم وطبعا عليكم السلام، لو سمحت ما هي أسباب أكياس الماء على الرحم وما الحل للإزالة؟ ربما طبعا الأخ محمد أخ محمد أكيد يمكن يقصد اللي هي تكيسات المبايض، لذلك يعني أوكي. أنا وقفت عند هذا الموضوع، فإذا كان المقصود تكيس طبعا هو المقصود تكيس المبايض لأنه لا يوجد أكياس على الرحم، الأكياس على المبيضين، ولكن هناك آفات أو حالات مرضية تصيب الرحم سنتحدث عنها أيضا لاحقا. طيب يعني نطلب من الأخ محمد التوضيح وأيضا من جواب إذا كانت الأكياس المبيضين في اللي هو التكيسات على المبايض، هي تكيسات هي تكون تغير في الشكل المبيض وذلك لعدم اكتمال نضج البويضات. البويضات عادة ما يعني مفروض عشان تكتمل دورتها ببداية الدورة الشهرية تبدأ بالنمو إلى أن تصل حجم حوالي 2 سنتي وبعدين يحصل أنها تنطلق بعملية اسمها عملية الإباضة ليتم الحمل. ما يحدث في التكيسات المبايض ان البويضات تكون لا تجد التغذية الكافية او البيئة المناسبة حتى البيئة المناسبة لها، فبالتالي يحصل ان هو القصور في النمو فيحصل النمو فقط الى مرحلة النصف اللي هي تقريبا 10 ملي او سنتي واحد فقط. نعم. وهذا طبعا غير لا يسمح بالإقصاب وحدوث الحمل. نعم. هاي الحالة تنتج عنها أن هاي البويضات التي لم تنمو إلى الحجم المطلوب تكون على شكل يبين في الألتراساوند أو السونار جهاز التلفزيون. نعم. يبين على أشياس أنها أكياس سودة أو يعني أكياس فيها مليئة بالماء يعني. نعم. هاي اللي هي تكون اللي هي المقصود بتكيسات المبايض. نعم. هو أيضا يؤكد أنه المقصود هو نعم على المبايض وتأخر الحمل. طبعا مثل ما بنعرف بالنسبة للأكياس لها أعراض يفترض بكل سيدة وكل فتاة، لأنه تحدث أيضا لدى الفتيات، أن تعرف كل فتاة وكل سيدة بالأعراض اللي هي اضطراب الدورة الشهرية دكتورة. أي نعم. الأعراض اللي احنا نشخص بها الدورة التكيسات المبايض هي عبارة عن بالنسبة احنا نشخص على أساس انه التشخيص العالمي في شيء اسمه روتردام، الصفات اللي وضعوها روتردام اللي هو المختصين بمرض التكيسات المبايض العالمي هي عبارة عن ثلاث صفات، لو اثنين موجودة في السيدة نشخصها على أساس انها تكيسات مبايض. أول شيء اضطراب الدورة الشهرية. نعم. اللي هي مثلا الدورة مفروض أنها تكون بواقع مرة في الشهر. نعم. لكن السيدات مثلا تأخر عليهم 3 إلى 4 شهور أو قد تصل أنها مثلا ممكن تجي مرتين في السنة فقط، يعني كل 6 شهور مرة. النقطة الثانية اللي ممكن نشخص فيها هي وجود شعر زائد في السيدة مثلا على الوجه على الذقن أو في الأماكن اللي هي مش نعم نعم. نعم أو حدوث اللي هو حب الشباب.
اللي هو البثور والحبوب هاي اللي تطلع في الوجه، هاي من علامات زيادة هرمون الذكورة. أو إنه ممكن لو إحنا أو ممكن احتمال إنه يكون مثلاً هو عالي في الدم وما في أعراض على الوجه. نعم. الشيء الثالث اللي هو إن إحنا نشوف تكاثرات على المبايض في الأشعة التلفزيونية. نعم. فبالتالي إحنا عندنا الحين ممكن يكون يعني أي اثنين من هذيل يشخص المرض على طول. نعم. أيضاً يعني زيادة الوزن دكتورة في يعني أيضاً. زيادة الوزن هي تكون مش لازمة للتشخيص. نعم. هي تكون من نعم. من أحد ال يعني الأعراض أو نعم طبعا أو نعم. أنا ما قصدت طبعا بهذا السؤال هو في بعض الأحيان لنفترض فتاة أو سيدة لديها زيادة في الشعر تذهب إلى الصالونات أو حتى إلى المراكز الطبية لإزالة الشعر. طبعا إزالة الشعر نعم. لن يحل المشكلة لأن المشكلة أكيد. مرتبطة في المبيض. نفس العملية بالنسبة لزيادة الوزن يعني تلجأ إلى الحمية وغيرها وما شابه وتفشل في تحقيق التخلص من الوزن الزائد لأن المشكلة مرتبطة به. فإذا ما كان إذا كان عندنا وقت ممكن أنوه يعني أفضل على موضوع الوزن. نعم. هي الأخ محمد الجراحة ما بتفيد بموضوع التكاثرات على المبايض. هو الموضوع باختصار إنه في شيء اسمه مقاومة لعمل الأنسولين. صحيح. يعني أي السيدة اللي عندها تكاثرات على المبايض عندها هرمون الأنسولين لا يقوم بمهامه كما يجب يعني كما يجب. فبالتالي شو اللي يحصل سبب هذا عدم القدرة على القيام بعمله. لأن كل خلية عندها بوابات تسمح بمرور الجلوكوز واللي هو اللازم لنمو الخلية والعمل بالقيام بالتفاعلات الكيماوية في الخلية وإنتاج الهرمونات وإلى آخره. هاي البوابات لا يستطيع السكر أو التغذية الدخول إليها من غير مساعدة الأنسولين. فالأنسولين المفروض يساعد الخلية على يساعد الجلوكوز على الدخول إلى الخلية. البوابات هذه لا تتعرف عليه. لا تتعرف إليه لها أسباب. فيكون الناتج إيش إن الإنسولين يظل عالي خارج الخلية والجلوكوز عالي خارج الخلية. فالإنسولين فبالتالي يكون في إحساس بالجوع عند السيدة أو عند البنت. وهذا كثير ما المرضى يعني يشتكوا لي من هالقصة يقول دكتورة إحنا نجوع بسرعة. نعم. إحنا مش قادرين نقاوم عملية الجوع لأنه هي الخلية لم تشبع الجلوكوز ما دخلها ففي إحساس بالجوع. والانسولين زياده فالانسولين طبعا يزود الهرمات الذكريه ويزود يعني هو الهرمون البناء يعني نعم. فيزود الاعضاء ويزود ويعمل مشكله المتن والسمنه نعم. وبالنسبه للجلوكوز يخزن اضافي في الكبد وهكذا يعني نعم. طبعا يؤكد الأخ محمد أن هناك زيادة في الوزن لذلك دائما نركز على مثل هذه الأعراض. إذا كان هناك زيادة في الوزن إذا كان هناك شعرانية بمعنى ظهور الشعر في الأماكن اللي ما بتكون عادة يعني الشعر بيظهر فيها في الوجه نعم. وفي غير ذلك أيضا اضطراب في الدورة الشهرية فعلينا أن نذهب ونراجع الطبيب أو الطبيبة لحتى نعرف السبب. وغالبا في معظم الأحيان ما يكون السبب مرتبط بالمبيض طبعا من خلال استقصاءات معينة يتم التأكد من التشخيص وبالتالي وضع الخطة العلاجية حتى ما تحدث أي مشاكل لاحقا وطبعا حتى أيضا تتخلص الفتاة أو السيدة من مثل هذه الأعراض المزعجة. بعد طبعا هناك أسئلة لكن بعد فاصل الأذان سنتابع مع الدكتورة. عندي وقت؟ طيب نأخذ رسالة. رسالة تقول هل العزل أفضل وسيلة لتأخير الحمل مثل ما بنعرف طبعا في الوسائل الطبيعية وفي وسائل دوائية وفي وسائل جراحية هل العزل اللي هو وسيلة طبيعية يعتبر أفضل وسيلة لتأخير الحمل دكتورة أمل؟ في بالنسبة لموضوع موانع الحمل لا يوجد هناك وسيلة أفضل يعني فوق الأخرى. أوكي احنا عندنا ممكن نقسمه ثلاث تقسيمات على السريع. نعم. اول شيء موانع الحمل طويلة المدى اوكي وفي اللي هي الشهريه اوكي وفي اللي هي الاشياء الواقيه اللي هي اللي تكون ميكانيكيا يعني نعم. احنا نمنع وصول السائل المنوي او الحمل المنوي الى البويضه. كل هذه الوسائل لها طبعا ايجابيات ولها سلبيات ونعم نعم. فبتضل عملية الوسيلة اللي هي الأخيرة اللي هي الميكانيكية اللي هي تعتمد على العزل أو وجود مثلا واقي أو أي شيء هي أضعف الوسائل نعم هي أضعف الوسائل في الوسائل منع الحمل.
ويكون فيها نسبة ممكن حدوث حمل نسبة عالية. نعم. بالنسبة للوسائل الجميع. نعم. يعني. طيب نتكلم بعد الفاصل أيضا بالتفصيل عن مثل هذه الأمور طبعا. لكن نأخذ حاليا فاصل. وضيفتنا الدكتورة أمل الملا استشارية أمراض النساء والتوليد والعقم عند النساء، رئيس وحدة الأخصام المساعد بالمستشفى السعودي الألماني بدبي. دكتورة أمل السلام عليكم. دكتورة أمل. طيب بين ما تم التواصل مع الدكتورة أمل كنا قد تكلمنا عن الأسباب التي تؤدي لحدوث تأخر الإنجاب، وطبعا يتم الحكم على هذا الموضوع اللي هو العقم عند الزوجين بعد مرور سنة كاملة على العلاقة الزوجية المنتظمة بدون أي وسيلة من الوسائل المساعدة. إذا ما مرت سنة ولم يحدث الإنجاب فطبعا هذا يستدعي زيارة الطبيب، طبيب المسالك البولية والعقم عند الذكور بالنسبة للزوج، وأيضا طبيب أو طبيبة أيضا أمراض النساء والعقم عند النساء بالنسبة للإناث. ويفترض طبعا أن يتم تقييم كلا الزوجين مع بعض، وهناك طبعا أسباب مختلفة لهذا الأمر. بالنسبة للسيدات تتعلق المسألة بالمبيض أو المبيضين، تتعلق أيضا بقناة فالوب وأيضا بالرحم وعنق الرحم، وهناك بعض الحالات المرضية التي تؤدي لحدوث مثل هذه المشكلة. السلام عليكم دكتورة أمل. وعليكم السلام دكتور. يا مرحبا. هناك رسالة تقول: السلام عليكم، لم أحمل بعد إنجاب ابنتي وعمرها 11 سنة، والأطباء خبروني بأني أنا وزوجي لا نعاني من أي مشاكل. يعني عندهم بنت وعمرها حاليا 11 سنة. الله يحفظها إن شاء الله. آمين يا رب. في هاي البند يندرج تحت، يعني هذا النوع من أنواع التأخر الإنجاب يندرج تحت ما نسميه به هو التأخر الإنجاب الغير مفسر. نعم. اللي هو unexplained، الغير مفسر الأسباب. يعني بمعنى أنه الزوجين يسوون كل الفحوصات، الزوج السائل المنوي طبيعي والسيدة كل الهرمونات والألتراساوند وكل شيء طبيعي، ومع ذلك لا يحدث أي حمل. نعم. هاي نسميها اللي هي unexplained، ممكن يكون يعني أسباب يعني ممكن قد يعني ممكن نعرف في المستقبل شو الأسباب، بس حاليا هي تندرج على تحت هذا البند. نعم. فيكون الحل أمام هذين الزوجين هو بعد انتهاء الفحوصات كلها وعمل اللازم، اللي يكون اللي قدامهم الحين إن هم يسوون إن هم يعملوا أطفال أنابيب. أوكي. نعم. هاي الأطفال الأنابيب ممكن يعني ممكن تمشي مع حالتهم مثلا. نعم. بعد طيب بس كسبب غير معلوم السبب، مع يعني ان نكون حاطين في الحسبان ان احنا كل شيء تم يعني الاستفاضه في البحوث والفحوصات يعني. نعم. طبعا نتمنى ايضا ممن ارسل هذه الرساله اذا في مجال ايضا انا بتواصل معه ان شاء الله بعد انتهاء البرنامج، اذا في اي تقرير، اذا في اي تحاليل. نعم. حتى نعم. طبعا زود دكتورة امل فيها ونعرف بالضبط يعني ما هي الاسباب اذا كانت هناك اسباب، لكن اذا لم يكن فهذا مثل ما حكيت الدكتورة امل يعني يمكن أن يكون أطفال الأنابيب حل من الحلول المناسبة لمثل هذه الحالات. طبعا ما بنعرف حتى العمر، يعني إذا كان الأعمار أيضا العمر يعني يلعب دور طبعا دكتورة. طبعا أكيد طبعا. نعم. طبعا. طيب بالعودة إلى موضوع المبيض يعني نعم نتكلم عن الأسباب أو الحالات أيضا المرضية المرتبطة بالمبيض وأيضا بقناة فالوب دكتورة أمل. نعم نعم نعم. القناة فالوب مثلا أهم شيء قد يصيب بقناة فالوب أول شيء إن هو التصاقات. نعم. أو الالتصاقات هاي ممكن تكون داخلية داخل القناة بنفسها أو خارج القناة. خارج القناة ممكن تنتج عن أي شيء، مثلا عمليات جراحية متكررة، مثلا السيدات اللي تولد بقيصرية أكثر من مرة أو خضعت لعمليات في البطن مثلا جراحة عامة أو مثلا أي شيء، ممكن يكون في التصاقات قد تؤدي إلى غلق هذه الأنابيب. نعم. السبب الآخر ممكن يكون الالتصاقات من داخل الأنبوب نفسه، وهي ينتج عن التهابات تصيب الجهاز التناسلي للسيدة. نعم. في بعض الأخطاء اللي تقع فيها السيدات اللي هي استخدام بعض الأنواع اللي هي المطهرات المهبلية. نعم. بطريقة خاطئة، وقد هي تكون أحد الأسباب بالإضافة إلى أسباب أخرى طبعا. نعم. النقطة الثالثة اللي ممكن تصيب الأنابيب، بعض السيدات يعني يلجؤون إلى عملية الرفض الدائم
اللي هو التعقيم النهائي. نعم. هاي العملية تكون مثلا عن طريق قطع أو قص الأنبوب أو وضع مثلا كليب عليها أو شيء. نعم. وبعدين بعدين بعد كم سنة من حدوث هذا نفاجأ أن السيدة تود أن تحمل مرة أخرى. فهي يكون الأشياء ممكن اللي بالنسبة لموضوع الأنابيب. نعم. طيب. بالنسبة لموضوع الأنابيب، من أحد أسباب برضو اللي ممكن تغلق الأنابيب هو شيء اسمه بطانة المهاجرة، بطانة الرحم المهاجرة. الإندومتريوز يعني. نعم. نعم. طبعا هاي كمان بنتكلم عن أعراضها، لأنه كمان نعم نعم كيف عفوا يعني هي بند آخر كمان. نعم يعني هي طبعا وهي من المشكلات الصحية الشائعة بالنسبة للسيدات، يعني الإندومتريوز. وطبعا يمكن ما ينتبهوا لها، ممكن تظهر بألام في الظهر أو ما شابه ذلك، يعني ما ينتبهوا لهذا الموضوع. نذكر بطرق أكيد. نعم نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفتنا الدكتورة أمل الملا، استشارية أمراض النساء والتوليد والعقم عند النساء، رئيس وحدة الأخصاب المساعد بالمستشفى السعودي الألماني في دبي. طيب دكتورة أمل، مثل ما ذكرنا الإندومتريوز أو هجرة بطانة الرحم أو بطانة الرحم الهاجرة، تسميات مختلفة لمشكلة يعني موجودة. نعم. نعم بماذا تتظاهر؟ نعم بطانة الرحم المهاجرة هي يعني بتلخيص تلخيص يعني نعم. كلمة يعني بإيجاز، هي عبارة عن إنه بطانة الرحم تترك مكانها الأصلي في التجويف الرحمي وتهاجر وتنغرس في الحوض. نعم. خلاص في أثناء هاي العملية تكون هاي البطانة يعني تركت مكانها الأصلي وذهبت إلى مكان آخر مفروض هي تكون غير متواجدة في هذا المكان، ولكن تظل عندها الخاصية الاستجابة للهرمونات الأنثوية، بمعنى أن السيدة في عندها الدورة الشهرية تحت تأثير هرمونات معينة، وبعدين وتكون نتيجة هذا الهرمونات أنه في بطانة الرحم تزداد سماكة تدريجيا وبعدين تنزل على شكل دورة شهرية إذا لم يحدث حمل. فنفس الشيء البطانة هاي لو حتى موجودة في الحوض، موجودة في الأنابيب، موجودة في الرحم، موجودة موجودة في المبيض، موجودة في الحوض، نفس الشيء تقضى على تأثير هذه الهرمونات الأنثوية وبالتالي تتضخم البطانة، وبعدين لما ما يحصل حمل وتهبط الهرمونات يحصل اللي هو الدورة الشهرية، بس تكون دورة شهرية داخلية. فالسيدة تعاني في الإندومتريوز أو البطانة المهاجرة من دورة خارجية تراها ودورة داخلية اللي هو الدم يتجمع داخل التجويف في البطن أو في الحوض أو في على شكل أكياس شوكولات شوكولات سيست اللي هي في كل في المبيض وهكذا. فطبعا هاي تسبب ألم مبرحة للفتيات أو للسيدات وتزداد سوءا كلما زادت يعني كلما زاد العمر السيدة، لدرجة أن إحنا في الطب عندنا طريقة التشخيص ان احنا ممكن نشخص التشخيص ياخذنا حوالي 12 سنة لنصل الى التشخيص، بمعنى ان الفتيات اللي في المدارس اللي هم 12 13 و14 قد يعانون من هاي الدورة الشهرية من الوجع الشديد اثناء الدورة، وفي اعتقادهم ان هذا الوجع هو شيء طبيعي. وبالتالي السيد ممكن توصل في العشرينات وتتزوج وبعدين تيجي العادة عندنا مصابة بالإندومتريوز مرحلة الثالثة أو الرابعة. نعم. أوكي. ولذلك يعني إحنا قمنا بعمل توعية للبنات العام الدراسي الماضي. نعم. في أكثر حوالي 10 مدارس حكومي وخاص. نعم. لعمل لتوعية البنات بهذه خطورة هذا المرض، وأنهم لازم يغيروا الفكر والأمهات تغير الفكر أنه ما في أي خجل أو ما في أي مشكلة من استشارة الطبيبة النسائية، لأنه الاستبيان لما طلعنا الاستبيان اتضح أنه عدد كبير حوالي يعني ممكن فوق 60% أو 70% يعتبرنا أن الدورة الشهرية الشديدة هي يكون شيء طبيعي تعاني منه البنت أو السيدة. نعم. وحتى في حالات أخرى يعني أيضا يعني السيدة تعاني من آلام في أسفل الظهر وآلام أثناء الجماع وغير ذلك، وتعتقد بأن هذا الأمر طبيعي طبيعي. نعم. وتتناول المسكنات، فطبعا هذا الأمر لا يجوز. لذلك دائما نركز على أهمية التوعية وعلى أهمية مراجعة الطبيب للأطمئنان إذا كان الشخص أو إذا كانت الفتاة أو السيدة تعاني من أي مشكلة. هناك رسالة أخرى تقول دكتور بسام، يعني تعقيبا على كلام حضرتك يعني في الموضوع، أنه وصلت الحالات أنه ممكن يحصل حالات الطلاق بين الزوجين
لوجود هذا لوجود هذه الآلام. نعم. أوكي يعني هاي ممكن يعني وصف بهالدرجة يعني. نعم طبعاً. نعم نتمنى دائماً تفهم أيضاً يعني الزوج للتغيرات الفيزيولوجية التي تحدث شهرياً يعني لدى السيدة ولدى الفتاة، وأيضاً حتى في مرحلة انقطاع الطمث النهائي يجب على الزوج أن يتفهم مثل هذه التغيرات الجسدية والنفسية التي تحدث، وأن يكون عوناً للسيدة ولزوجته، لأن يكون طبعاً يعني زيادة الطين بالله بمعنى أن يعني يكون هناك أيضا مشاكل. طيب رسالة أخرى أيضا تقول: أنا يحدث لدي الحمل ولكن يحدث يعني الإجهاض كل فترة، فما سبب هذا الإجهاض المتكرر؟ الإجهاض المتكرر مثلا هي السيدة مثلا بيعتمد على متى يحدث هذا الإجهاض المتكرر. نعم. هل هو في أول شهور الأولى أو الشهور الوسط يعني. نعم. في الحمل. بس عامة بصفة عامة أنه يعني احنا نفاجئ بأنه مثلا في مش نفاجئ يعني هو هاي شيء من الأشياء المتكررة أنه ممكن يجي الزوجين يعانون من هذه المشكلة. فالمشكلة بتكون بتنحصر أنه ممكن نفكر أنه يكون مثلا في كروموزومات فيها خربطة أو شيء يعني متعادل يعني. نعم. بحيث أنه الزوجين مثلا ممكن لما نخبرهم الموضوع يقولك أنا طب إحنا عنا أطفال نورمال يعني أطفال طبيعيين قبل ما في مشكلة، بس هو يحصل الأشياء هاي مثلا في الجينيتك أو ممكن يكون مثلا في حصل شيء طفرة وراثية يعني لابد من تقييم. نعم نعم لو سمحتي لي. نعم بس لأنه عندي اتصال لو سمحتي. ولا تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك تفضلي. الله يسلمك. بس أنا عندي سؤال بخصوص البطانة المهاجرة. نعم تفضل. أنا يعني تقريبا أنا عمري حاليا 30 سنة ومتزوجة لي 3 سنوات ونص، فاكتشفتها من تقريبا 2017 السنة الماضية وما حصل حمل، وشهر واحد المضى عملت عملية كان اللي هي ظهرت لي أكياس دموية في المبيض وألياف على الرحم والتصاغات. ففي النهاية هي شخصات الاندوميتريوزيس واتعملت عملية شال الكيس الدموي على المبيض، ما شالوه لأنه كان صغير بس فتحوه، واتشالت الفايبرويد كانت في الجزء العلوي تقريبا في الرحم، وشوي من الالتصاقات المين هم ما شالوا البطانة كامل، لأن الدكتورة بعد مع العملية قالت لي أنا ما أخذت مشلت كل البطانة صراحة. لحد الحين تقريبا شهر السادس الدورة يمكن أسوأ من قبل، يعني بتستمر أيام أطول نفس الشيء، يعني ما حسيت بتحسن، يمكن شوية الآلام خفت يعني درجة بس. طيب خليكي ما في حمل. طيب خليكي معي. دكتورة أمل تحبي تسألي الأخت ولاء أي سؤال؟ أي نعم. نعم. بالنسبة للأخت ولاء طبعا من الواضح أن هي الدرجة اللي بتوصفها في درجة البطانة المهاجرة يعني فترة المرحلة الثالثة أو الرابعة، يعني مرحلة متأخرة. نعم. لأن كون وجود الإصابة المبايض بالمرض وفي التصاقات في الحوض وإلى آخره. بالنسبة للأخت ولاء طبعا الطريقة المثلى فيها لحالة ولاء أنها تعمل عملية الأطفال الأنابيب، أوكي هذا على عجالة. وبالنسبة أنها الطبيبة يعني ما شالت الكيس كامل أو ما شالت البطانة كاملة، في نقطتين لازم ولاء تعرفهم. أول شيء أنه البطانة المهاجرة لما تكون لاصقة على المبيض لو الدكتورة شالت أكثر من الـ لازم هاي بتأثر على المخزون وتضعف المخزون المبايض عند السيدة، أوكي. وفي طبعا توصيات من الجهات العالمية بهذا المرض انه مثلا لو كان اقل من 3 او 4 سنتي مفروض ما نعمل ما يكون في تدخل جراحي. النقطة الثانية اللي هي حتى لو الدكتورة شالت الموضوع وحصل ورجع مرة ثانية لهذا اللي هو احد من صفات المرض، مرض البطانة يعني من مواصفاته اللي يتصف بها انه هو يعاود يعني يرجع يعاود الظهور مرة اخرى مرات يعني يتكرر. نعم. ينتكس. نعم يعني يحصل انه هو مثلا يتكرر. فبالنسبه للاخت ولاء طبعا المتاح لها الحين انها لازم نحن نحاول نساعدها تحمل يعني باي طريقه، لانه كون هرمون البروجسترون تحمل وهرمون البروجسترون يكون موجود انه هو بيقلل نشاط هاي البطانه خارج الرحم.
يعني طبعا في اشياء وفي بحوث اضافيه لازم تسويها والى اخره، بس يعني لازم هي يعني تروح مركز مختص. نعم. لان هي يصلح لها اطفال انابيب. طيب. اخت ولا نعم. هل اي استفسار اضافي؟ يعني حاليا هو الحاجه المصحه هي اطفال الانابيب، ما في حل ثاني في علاجه. شوفي يا وفاء ولا هلا طبعا على التليفون طبعا على الهاتف يعني هو عباره عن فقط نوع من الارشاد وليس هو قرار طبعا وليس هو اتخاذ قرار طبعا هذا يحتاج الى زياره مثل طبعاً طبعاً نعم زياره مركز متخصص يتم التقييم وايضا يعني اتخاذ القرار بالمشاركه ما بين الطبيب وما بين المريض. نعم دكتور كونها 3 سنوات هي صح 3 سنوات والعمر 30 سنه. نعم آه. طيب يا ولا اوكي مثل ما قال لك الدكتور لازم تتقيم الحاله بس بصفه يعني المرجح انك انت تحتاجين اطفال انابيب ان شاء الله. طيب اذا احتجتي اي شيء اخت ولا نحن ممكن ايضا نتواصل مع بعض، وايضا اذا لديك كان تقارير صور او ما شابه ذلك انا من زوده للدكتوره امل حتى تفيدك بشكل افضل ايضا. ايوه يا ريت والله ان شاء الله. طيب. شكرا لاتصالك ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. معي تقريبا دقيقتين دكتورة فنعم معي دقيقتين فقط، فماذا يعني ما هي النصيحة ماذا تودين أن تتكلمين؟ تفضلي. النصيحة اللي أود يعني أقدمها أنه مثلا هم أنه إن الشيء أنه هو تأخر الإنجاب هذا شيء يحدث يعني على مستوى العالم، يعني مثلا من كل 6 ممكن يعني زوجين يعانون من هذه الحالة، فهو شيء يعني لا هو مثلا يعني غير موجود أو لا. رقم 2 أنه لو حدث هذا الشيء المفروض أن هم يتوجهوا إلى الطبيب المختص أو الطبيبة للمناقشة والتحديد الأسباب المعينة وإلى آخره من هذه الأمور. رقم أحب أن أي زوجين أنه أنصحهم دائما باتباع أسلوب الصحي في اللي هو الأسلوب الصحي في الحياة مثل اللي هو الابتعاد عن التدخين، التزام بالوزن المثالي، الرياضة إلى آخره من هالأشياء، لأن هاي طبعا كلها تأثر على نوعية النطف يعني نعم. نوعية الحيوانات المنوية والبويضات. نعم طبعا يعني حتى العامل النفسي والغذائي وأيضا كل هذا الأمر، وطبعا دائما نقول على الزوجين أن يتفهما هذه المشكلة وأن هذه المشكلة لها حلول مختلفة متوفرة بحمد الله، فطبعا يجب فقط أن نتخذ القرار ونذهب مع بعض إلى الطبيب وليس أن تذهب الزوجة وأيضا أن يبقى الزوج في البيت أو العكس طبعا. طيب دكتور رسام بس نداء للأهالي بس تفضلي للأهل يعني يعني في يعني تمر علي حالات طبعا ان يكون الزواج مثلا صغار في السن بس يدوب 6 شهور أو 7 شهور نعم. ويردون يعني الحمل انه تاثير الاهالي يعني انه في نعم. مثلا توتر من الاهل ان هم لازم ما صار حمل يعني نعم فنعطيهم بس فرصه ونعطي الاهل نعم. يعني نناشدهم ان هم بس يعني يكونوا شويه يعني نعم. نتمنى الصحه للجميع وكل الشكر للدكتوره امل الملا استشاريه امراض النساء والتوليد والعقم عند النساء رئيس وحده الاخصاب المساعد بالمستشفى السعودي الالماني في دبي. دكتوره امل شكرا جزيلا لك. الله يخليك دكتور شكرا جزيلا.